حقيقة هذا المقطع أثر فيني كثيرا. هذا الشاب العصامي الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم له الأجر، فقد يديه ولكن في قلبه إرادة عظيمة وفي قلبه إصرار، ومع ذلك لم يقصر في حق الصلاة. انظر إلى يعني حاله، كيف يتوضأ رغم يعني صعوبة ذلك، إلا أنه ظل يتوضأ ويحافظ على صلاته، بينما كثير أصحاء يعني الله المستعان فرطوا في حق الصلاة ولم يعطوها حقها. فهل من معتبر؟ لنحمد الله عز وجل على ما نحن فيه من نعم، ونستثمر هذه النعم في طاعة الله، ونستحي من الله. شاهد كيف يتوضأ. هل تحتاج أحد يساعدك يا شيخ نصر الدين؟ لا. كيف توضأ؟ بسم الله. شاهد، انظر كيف يجمع الماء في رجليه ثم يبدأ بالمضمضة. سقط عنه غسيل الكفين، الآن يتمضمض ثلاثا. بعدها انظروا كيف يستنشق. هذا هو الاستنشاق. الله أكبر. هل شاهدت كيف يستنشق الماء؟ بعد الاستنشاق ماذا سيغسل؟ الآن يغسل وجهه. يغسل وجهه برجليه. والله ان هذه الرجل اكرم عند الله من وجيه كثير من الناس قصروا في الصلاه. هذه الرجل الطاهره العظيمه التي تتوضا ويغسلها كل يوم مرات ومرات، الان يمسح على راسه. ثم بعدها انظروا كيف يمسح ويضع الماء في اذنيه. شاهدت؟ بعدها الآن يغسل الرجلين. الله أكبر. سنوات وهو على هذه الحالة، سنوات وهو يصلي قبل صلاته يتوضأ بهذا الوضوء بهذه الطريقة، لا يساعده أحد. رسالة: يا من عصيت الله في يديك، يا من تدخن، يا من تسرق، يا من تفعل الحرام وتبطش بيديك، أسألك بالله، من أحوج باليدين، أنت أم هذا الرجل الذي يريد أن يدافع عن نفسه، يريد أن ينظف عورته؟ لا يستطيع. هو يستطيع رد على الهاتف، يستطيع يحسب الأموال، يحمل، لكن لا يستطيع ينظف عورته. يا من عصيت الله في يديك، تذكر هذا المشهد. يا من قصرت في الصلاة، تذكر هذا المشهد. يا من أعطاك الله سبحانه وتعالى هذه الصحة، ترى الله قادر. لم يحرم الشيخ نصر الدين اليدين لأنه أسوأ منك حالا، لا والله، حرمها اليدين.